On Sunday afternoon, the 30th of October, 1966, at the Greenpoint Track in Cape Town, Sheikh Abdul Basit gave a recital before his largest audience in South Africa. 30,000 Muslims from the entire Cape Peninsula gathered to hear the Master Qari. The Sheikh recited a portion of the Surah Hijr, chapter 15, followed by Surah Qiyamah, chapter 75, Surah Al-Nas, chapter 110, Surah Al-Ikhlas, chapter 112, Surah Al-Falaq, chapter 113, Surah Al-Nas, chapter 114, and finally Surah Al-Fatiha, chapter 1 of the Glorious Qur'an. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما ولقد آتيناك سبعا
فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بسم الله الرحمن الرحيم لا بسم الله الرحمن الرحيم لا
Oh,
in
Sudi
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم ببركة القرآن العظيم اللهم اجعلنا من العاملين به والمتمسكين به إن شاء الله تعالى وتوفنا مسلمين وألحقنا بالشهداء والصالحين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.